شوفوا جراية شو كاتبة عن زواج بدر وهديك البنت يلعنون اثنيناتو. يخرب بيته الناشرين الادعاء اللي عملته مشان بدر حرفيا. مين في يدخل على الكمبيوتر تبعي؟ ما بعوت يوم عملوا عقد الزواج وقال لك انت قلت لك انه بدر شي بجنن. معقول قدروا يوصلوا له من مكان تاني؟ لك ما في اي تسجيلات بالكاميرات؟ في شي غريب. الصحافة عرفانة كل شي لأم بعودين من الإيميل تبعي كمان. اقري هاد مدام، رح نبعته على الصحف فورا. مين رح يصدقنا؟ ما حدا بيصدق هالكلام هاد. اترقينا من المنوعات وصلنا بنشرات الأخبار نطلع. لهيك لازم نعملنا شي شغلة بعد كل شي صار معنا، بس أكيد مو تصريح صحفي لأنه ما رح يفيدنا كتير. أنا قلت لها لأنه ها خانة لازم تطلعوا قدام الصحافة بصورة تقنع كل العالم وفورا. لا، أنا ما رح أقبل بهالزواج وما رح أسامح بدر أبدا. بس إحنا اللي رح نخسر وكتير كمان. لا تنسي أنه على هيك أخبار رح تهتز صورتنا مدام، فلازم تتصرف. إذا ما مندير هالمرحلة بشكل صحيح مدام، عائلة سينانير رح تتصدر الصحف دائما. يعني أنتوا بتقصدوا انه نبيض صفحتنا من خلال انه نعمل لهم عرس مطنطة؟ اكيد مو هذا هو الحل. هذا اللي عم بيقولوه؟ مستحيل، اوعك تقبلي بهيك شيء امي. الناس كتير بتحبك قصص مؤخرا. طلعي على صور جميلة، صور معبية الصحف كلها، ما في ولا تعليق سلبي والناس حبوها كتير. انا بكره لهي البنت وبقرف منها كمان. نحن كلياتنا بنكرهها يا خانم، بس شو يعني، المهم انه الناس حبوها. الافضل انه نستعجل بهالخطوة هي. إذا عملت هيك بكون كأني استسلمت. والمفروض إنكم تعملوا هيك لبين ما تتغير الظروف. أوعك أمي. ليش لنتحمل خسارة إذا بنقدر نحل هالأزمة؟ العيال المحترمة اللي مثلكم يا مدام بيكسبوا الناس من مواقفهم، وإذا أنت وافقتي على قصة الزواج رح تحافظي على موضوع سعر الأسهم قبل ما تنخفض. لا، جميلة ما بقى قادرة توقف على رجليها، لهيك قلنا له للضابط إنه بدنا نروح، فقلنا فيكن تروحوا ما في مشكلة. طيب رح خلي شوفيري يوصلكم. ما رح تستني لبدر؟ أنا رح ضل هون، خليها تروح لأنه أنا بقيا مع المحامين شوي. جانبك جميلة محبة تروح على الفندق، فينا نروح على البيت لو سمحت؟ ماشي مو مشكلة. مهند لساته جوا مو هيك؟ وبدر كمان جوا. جميلة حبيبتي، كتير خفت انه يصير لك شي. انتي منيحة؟ منيحة؟ لو سمحت فينا نمر على البراد شوي قبل ما نروح على النيابة. انا لازم شوف شغلة بتخص نازك جمال. رح يبعتوا جثتها على بلدها بعد ما يتأكدوا من هويتها، ما بعرف إذا منلحقها ولا لا. وسمرة أمي إن شاء الله لا تروحي بتتكيلي. حاجتكم بقى، أنا مو حابة ضلني هون أكتر من هيك، بتوقع أنا خلصت من هيك. معك حق ونحن مقدرين وضعك كتير يا خانم، بس ما فيك تاخدي جثة قبل ما نخلص. رموها، أنا مو فارقة معي. ما بيهمني أبدا. صدقيني حبيبتي أنا كتير خفت أنه يصير لك شيء. بدر خلاص. مهند. خلوني فش خلي فيه لهالحيوان هاد. بدر هو البقى. خليك بعيد عنه.
بعد عن جميلة، سمعت؟ انت سبب كل هالمشاكل هي، ما عاد بدي اشوفك حوالينا، عم تفهم؟ بدر بيكفي بقى، بعد عن زوجتي. قلت لك بيكفي بقى، رح نموت بسببه. مو بسببه يا بدر. يلا خلينا نروح. امشي يلا بعد. انت منيح يا ابني؟ فيك شي؟ بابا بالمشفى ملاقينه، صاير معه جلطة قلبية. شو؟ ابي بالمشفى؟ ايه. يلا خلصنا بدنا نروح. دقيقة، بدنا نروح على المشفى. يا اخي ما فينا نروح على المشفى، خلصني. ابني عم يقولوا ابوك اللي قتله. لا لا تحكي هيك، اوعي تعيديه يا امي، شيلي الاحتمال من راسي. مرحوم امي؟ حلو. شكوا بيابي يا سيادة الضابط. شو ما عم تسمع؟ خلص أنا معكم. هي كتير تعبانة، أنا برأيي خليها هون الليلة، وبما أنه كمان الصحفيين معباين قدام الأوتيل ما في داعي تروح هلأ، أحسن ما يسرعوها يعني لبينما يروحوا من قدام الأوتيل، بتكون ارتاحت شوي. ما رح تسامحني أبدا. ماشي خليها اليوم عندك، بكرة بيجي وباخدها. على كلين الحمد لله على سلامتكم، والمهم انكم خلصتوا من هالمشكلة. والله اللي صار معنا اليوم مثل الحلم. تصبحي على خير. وانت بخير.